اليوم السيشن بدنا نعملها عن الكوميونيكيشن، عن التواصل، لأنه جزء كتير مهم من حياتكم الفنية، ولأنه هيدي الساعة اسمها ماركة شخصية، جزء كتير مهم له علاقة بالتواصل. التواصل كتير مهم للفنان، كتير مهم الفنان يعرف يتواصل، ولا يعرف يتواصل إن كان مع الجمهور، إن كان يتواصل مع الصحافة. الجسم بيحكي والكلام بيحكي ونبرة الصوت بتحكي. رح نشوف شو في ليش بالتواصل، وهيدا اسمه فن التفاوض كمان، لأنه بالتفاوض بتعرفوا لما بيكون في شخصين بدهم يتفاوضوا مع بعضهم على شيء، بيكون أول هدف عندهم أنه شو يصير، أنه نحنا اليوم let's say أنا عندي هالشمعة قدامي وأنا وسهيلة جايين نتفاوض أنه على هيدي الشمعة يمكن بدي بيعها إياها أو تشتريها مني. سو نحن عارفين ان احنا شو ما طلع هيدا التفاوض لازم نكون اثنيناتنا ربحانين. اوكي خلينا نعمل سيركل، بس خلوها سيركل متكامله. يلا بس بدي اياكم تغمضوا عيونكم تاخذوا نفس، وسعوا تنفس، بس تنفس. بدنا نتنفس، بدنا ايدينا نفكفكون ونرتاح. يس، بدي كل التعب يلي كان خلال الاسبوع هيك طلعوه مع النفس، تحسوا انه عم يطلع. يلا كل التعب. يس برافو. يلا اوكي كمان طلعوه، نطلعوا النفس كله. شانتال عدتي تنفسي، طلعي افتحوا تمكن، ما بتتنفسوا قليل لتتنفسوا. يلا برافو اوكي بديكم تفتحوا عيونكم هلا، بديكم بلشوا تعملوا اي كونتاكت مع حيلا حدا. اي كونتاكت، في فكره يمكن عبالكم تتواصلوا فيها مع الشخص اللي مقابلكم وتقولوا له اياها. شو ما بدك، شو الفكرة اللي هلأ عبالك تقلي إياها، وإنت يمكن الكلمات حاسس إيهاب أو حال لحدا منكن منا عم بتساعدكن لتقولوها، قولوها بعيونكن. سويتش. سويتش. دينا بدي أفكار، بدي اياكم هلا تغيروا البارتنر وعلى صوت واطي بدكم تقولوا للشخص ثانك يو على شيء معين صار معكم هيدا الاسبوع. مروان انا بدي اقول لك ثانك يو، غنيت كثير حلو بالبراون، كنت كثير حلوه غنية، كنت كثير حلوه قل له ثانك يو لشيء بقى غنيتها كتير حلو. انت عن جد انسان قد المسؤوليه، وهي شغله كتير مهمه على فكره، كتير مهم الانسان يكون عارف المسؤوليه وما يعني عم بيعيشها. برافو عليك علي. بدي اقول لك اول شيء ثانك يو لانه حضورك كتير حلو. بدي اقول لك ثانك يو لانه انت حيويتك وفرحك، ويعني انا بعرف يمكن انت مرات بتكوني متضايقه، مرات بتكون كتير متضايقة يمكن من جوا بس ما بتظهر هذا الشيء لبرا، وبتضلك تحطي حيوية، هيدي شغلة كتير مهمة. سهيلة أول شيء بدي أقول لك thank you لأنك أنت بنت كتير حلوة، وجمالك عم بيبين بالأكاديمية، وجمالك عم بيبين جمالك الجوا وبرا عم بيظهر. thank you على هذا الشيء. بدي أقول لك كمان بدي شجعك كتير، بدي أعرف إنه بعرف أنا كتير منيح إنه مرات التواصل مع الطلاب، لأنه كل واحد جاي من بيئة ومن خلفية ممكن يشوفوا كتير من المشاكل. I know this. ممكن، بس بدك تعرفي شغلة إنه أهم شيء النية، النية اللي من جوا، يعني نية القلب من جوا. لطالما عندك نية القلب الإيجابية كله بيتصلح. أنا بدي أقول لك thank you لأنه كتير نصائح عم تعطيني إياها وأنا تبعتها كتير،
واشتغلت عليها ووصلت لي نتيجة كتير حلوة الحمد لله. صار لي يومين بلشت صفحة بيضة. برافو. وصار لي يومين صاروا الكل كل الصورة اللي كانوا شايفينها، مش الكل، نص اللي كانوا واخدينها الفكرة طلعت بالغلط، وكلهم صاروا بيقولوا يا ريت ما فوتنا هيك أيام مع بعض. ويا ريت أنا كثير تعني لي صدقتك تعني لي حبيبي، وأنا بحبك كثير. شو تبعك تعني لي؟ إن شاء الله بتقول كل شيء كل شيء كل النهار. أنا بقول شو تبعك تعني لي؟ حبيبي أوكي. أنت زعلان منه؟ أه افتكرتكم عم تمزحوا لأنه اثنيناتكم كثير بتمزحوا. عن جد زعلان بعدكم؟ وبدك تضل زعلان منه؟ صالحته هلا؟ ما بدك تصالحه؟ لا انا بصالح هيك، ما بقول انا بصالحتك، برجع بحكي معك. انت زعل يعني، بس بحس سيت ايه بس هلا انتوا بعدكم زعلانين، قربوا تصالحوا، يلا بسرعه بسرعه قرب على نص الطريق، يلا يلا شوف. لا عن جد بعدك زعلان من وقت امبارح؟ وقت ال لا انا حسيتك زعلان لانه اوكي، لانه امبارح قلت كلمه ودينا كبرت الموضوع. مين زعلان؟ حد زعلان من حدا؟ وحسيتك زعلان. زعلان؟ ثانك يو رفائيل، بليز خليك دايما جنبي. حدا بليز انا حدك يا زلمه الوحيد اللي بحس انك تحب انت ودينا عن جد. دينا بس لانه انا اليوم بدي شوي بس احكي قبل شوي عن التواصل، لانه بشوف مرات انه بتتواصلوا مع بعضكم بطريقه فيها شوي حديه. هيدي الحدية هي طبيعية عند كل الناس، لما واحد بيكون مزعوج من شغلة بيصير يحاول يضبط أعصابه، بس مرات الكلمات مثل ما بيقولوا بتفلت منه. لتضبطوا هيدا الموضوع، لأنه هيدا الموضوع رح يرافقكم برات الأكاديمية، وهيدا موضوع الغضب وكيف منعبر عن غضبنا هو أمر نحن منتربى عليه. الولد الصغير بيغضب، بتعرفوا هيدا الشيء؟ الولد الصغير بيغضب، بده شغلة مع اعتناية ها بيغضب. بس الفرق بين الولد الصغير وبيننا انه الولد الصغير بعد 5 دقائق بينسى غضبه، صح؟ سو الغضب من المشاعر اللي موجودة فينا ما فينا نشيلها. سو هيدا الشيء اللي بدي قلكم اياه هو انه نحنا ردة فعلنا ليش بنغضب. رح اغضب من علي اذا اجا قال لي علي انت عملت هيدا الشيء. ليش؟ لانه لما علي بيقول لي هيدا الشيء بصير انا حس انه علي مقصد مين؟ مقصدني انا بشخصي. سو لما انا بدي اتفاوض او لما بدي اتواصل مع حدا لازم اتواصل بفاكتس، لازم اتواصل بالشيء اللي صار مش بالشخصي، لانه فعليا اذا بدكم تجوا للحقيقه ما حدا بيعمل فينا شيء، لانه ما حدا عنده هيدا الزر يلي جوات راسنا يلي بيكبسوه نحن نغضب. نحن منسمح إنه شخص تاني خلينا نغضب أو نتواصل بطريقة سلبية أو نرد بطريقة سلبية. فإذا عم نحكي عن هيدا التواصل لازم تعرفوا كيف أنتوا دينا كنا عم نتابع، ما بيس بالعكس، لما بتوضحي الأمور، لما بتوضحي الأمور كل شيء بيصير. لأنه أنت لما أنت بتكوني مزعوجة مني وما قلتي لي بيقطع هيدا الشيء، بيصير برجع أنا كن عم شيل الكباية من محلة لمحلة، بيزعجك أكتر، بتصيري أنت شو بدك تضطري تعملي؟ بوف. ما بتكوني انزعجتي من الكباية، أنت انزعجتي لأنه في قبل بيوم وقبل بيوم وقبل بيوم أمور كتير صغيرة وسخيفة. سو حلو كمان نعرف نطلع مشاعرنا ونعرف نحفظ الحدود. يعني أنا اليوم سهيلة، يمكن سهيلة بدها تأثر، خلوها مأثرة، خلوها مأثرة تخلص، بس حتروق حترجعوا تشوفوها رجعت قعدت بيناتكم عادي. ما كتير مرات إن هيدا الاحتضان السريع بفيد، لأنه مرات بيزعج ومرات بيزيد. بحب فيكم هيدا الوعي اللي عندكم إياه، وبحب يصير عندكم إياه أكتر، لأنه هودي المشاعر اللي عم تختبرون هون برا بدكم يمكن مرات 100 سنة لتختبرون عن جد. يعني أنتوا بسرعة صرتوا أصدقاء، بسرعة جمعكم بيت واحد، بسرعة مرات يعني بعدين حلو ما حلو تختلفوا. الاختلاف أكبر غنى، أكبر غنى لإلنا إنه نختلف. ما حلو الامتنان يا جماعة شغلة كتير مهمة، رح قلكم ليش. خاصة عند الصبح، إذا منمارس الامتنان عند الصبح بمعنى إنه أنا إذا بوعى الصبح اليوم بقول عن جد أنا بدي يكون ممنون، أنا ممنون أول شيء على هالتجربة اللي عم عيشها، أنا ممنون إنه صرنا تقريبا بنص المسابقة وأنا بعدني هون. عشو عم تضحكوا دينا وسهيل؟ أنا مش عارف، حاسة إني عايزة تقولي حاجة بس مش قادرة. بدك تقولي لها شيء؟ قولي لها إياها صوت عالي. بس هيك لا، قوموا صافوا بعضكم يلا. احنا مش متخاصمين، انا حاسه انها عايزه جوا حاجه، عايزه تقول لي والله مش متخاصمين. انا لازم كل يوم اقطع 10 دقائق.
الوقت بسرعة يا رب. أوكي تفضل. Great. So إذا أنا بقوم كل يوم الصبح بقول أنا عندي امتنان شو بعمل؟ دماغي الصبح أول ما بوعى بيكون بعده شو fresh. So إذا أنا بحط بدماغي خمس أفكار إيجابية تلقائياً نهاري بيصير كل النهار إيجابي. يا بدي أكون بلشوا تاخدوا نفس. شيلها. بدي أكون تتخيلوا لما سمعتوا إنه أنتم مقبولين بالأكاديمية. شو هالشعور الحلو لما نذكر اسمكم وقالوا لكم إنه أنتم مقبولين بالأكاديمية. بدي أكون كمان تتذكروا أول مرة طلعتوا فيها على الناس بأول برايم. هلأ يمكن عم يخطر ببالكم حدا عم تفكروا فيه كتير. هل حدا رح يكون مبسوط كتير إذا هديتوها النجاح؟ يمكن جيتوا على الأكاديمية كرماله. يمكن عم تعملوا هيدا الشيء كله كرماله. بدي اياكم تتخيلوا حالكم واقفين مقابل هالشخص وعم بتقولوا له نجحت، انا نجحت. برجع بقول لكم يلي بده ينام مثل مروان في ضل نايم كل السيشن وما حدا وما حدا ما حدا ما حدا يوعي. يلا بدكم شيء؟ باي.